اول شيء دانييلو من اللاعبين الواعدين للمنتخب، يعني مستقبل الكره العراقيه لاعب جيد، وسبق وان احنا تكلمنا عنه بشكل ايجابي كموهبه فذه قادمه للكره العراقيه حقيقه، يعني من بطوله الاردن المباراه الوديه اللي لعبها دانييلو. لكن حقيقه هو لاعب تنقص الخبره، لاعب لما تنقص الخبره ويطلب انه هو يطلع يخرج من المنتخب، لا هنا أنا علامه استفهام على اللاعب. المنتخب فوق الجميع، منتخب العراق فوق الجميع. لما تلبس الشعار وتحط العلم العراقي بصدرك هنا، انت لازم تحترم قيمه البلد انت قاعد تلعب بيها. انا حقيقه عجبني كابتن كاساس رفض تواجده مع المنتخب، وهذه دل على قوه شخصيه المدرب. المدرب هنا لما يتخذ قرار بعدم عوده اللاعب فهذه انذار ورساله لجميع اللاعبين المتواجدين. بنفس الوقت شاهدنا احنا حسن قوقيه قبل البطوله صرح تصريح ما اختير من قبل البعثه اللي رايحه لبطوله اسيا. قال اني مع المنتخب قلبا وقالبا، اني اتواصل مع زملاء اللاعبين، وحذر المنتخب من المباراه الافتتاحيه مع اندونيسيا. شوف كابتن علي، المنتخب سواء انت كنت لاعب بالمدرج